رافعين شكايات كثيرة تقريبا، وكاينوا استمعوا 9 ديال الناس تقريبا، والان الامور في طير. انا غادي نرسل لكم جميع المقالات الصحفيه اللي نزلت، وحتى التصريحات من مكتب حقوق الانسان، وكاملين معايا مسانديني. وكان بغي نشكر كل انسان جا في صفي، حتى اعتذار مؤخرا الاخ تحفه يعني من امريكا، يعني واخا ما عندوش علاقه بالموضوع، انا فقط كنشكره. ساري كل ما كتربطني بها حتى شي علاقه، وما عمري تكلمت معاه، ولكن كل انسان دافع ليا، لانه كما كان كيبقى فيهم الدم ديال المغاربه، يعني واخا فهمتني، ولكن انسان توصل به لهذه الدرجه، هادشي خطير جدا. هادشي راه ولا فيه الفتنه والمس بالبلاد، وخاصه كنقولوا في الظروف الراهنه، واش الناس كتقلب تجمع بعضياتها في بلاد واحده وما يكونش الفتنه؟ صداع نايض هنا وصداع نايض هنا، وانتم جالسين كتجبدوا، وما جيتكم غير انا اللي هز رايتي وكندور في العالم، يعني جيتوا خط احمر، يعني ما زعما هذه الدوله هذه ما كتفهمش؟ لا، واش الدوله ما كتشوفش بعينها؟ زعما ما عارفينش شكون اللي وطني وشكون اللي ما وطنيش؟ هذا اكيد، ولكن انا قلت لك كيفاش الحقيقه جات عندي، فسمحوا لي لانه تاثرت فعلا. ما كنتش باغي نبين هذا الشيء، كنت غيتعطى مباشره للسلطات يعني المختصه، ويعني لانه كاينه عداله في البلاد، ولكن اللي ضرني وانا الانسانه هذه اللي دخلوا لها لحسابها واخترقوا لها الحساب ديالها وصوروا منه المحادثه، عندي حتى المحادثه، يعني لا شككم شي واحد غادي نصيفط لكم المحادثه منين جينا، حتى الناس اللي دخلوا وصوروا المحادثه، ومباشره بدلت الباسورد ومسحت كل شيء، ولكن حتى لو مسحت الديسك دور، لا الديسك دور كيحتفظ، كتعرفوا انه ما كيتمسحش بحال من التليفون، ما كيمشي لك الارقام الهاتفيه، فكيبقى فيه كل شيء. انا شفت سكرين بعد، بقيت كنبكي وبقى في الحال واحد الدرجه كنقول والحقت حتى لهذ الدرجه، يعني السيده وقع معايا معها مشكل من ايامات الخطبه ديالي، يعني قبل ما نتزوج كاع، يعني كان في ايامات الخطبه، فكان وقع واحد تقول طاتش ولا سوء تفاهم، صافي كل واحد بقى في حاله، بقى بيناتنا الاحترام، ولكن هذا الحقد وهذا الحسد وهذا البغض يوصل بك حتى لهذ الدرجه، ما تصورت بحال شي واحد عايش معاك وكتعرفو كتشوفو كيدافع على هذا وكيمشي للجمعيات وكيدافع على هذا، وانسانه اللي عندها علاقه بالوسط الفني جدا، وانسانه كبيره في عقلها، يعني راه اكبر منا كاملين، كبير هو الله، ولكن ديري ايدك في ايد واحد او واحده ما عرفتش، يعني هما راه كليكه في ذاك حمزه مومبيبي، ف يعني في نظرك شنو شكون هما المجموعين؟ نعم كاينه ليستا تقريبا لحد الان، لحد الان يعني ما يقارب 30 شخص، ما يقارب 30 شخص، لا بعلاقه يعني بلي بلوغوز، فيهم فنانين فنانات، فيهم فنانات، فيهم بزاف، فيهم من يدعون انهم صحفيين وليسوا باعلاميين وما عندهم حتى شي علاقه، اللي هز الميكرو يقول على راسه صحفي، لا لا انا هادشي اللي هادشي كنخليه للصحافه المغربيه النزيهه، وهادشي كنخليه للعداله المغربيه النزيهه، وكنخليه للشعب المغربي هو يحكم. انا فقط قلت اللي عندي وهل اللي يوصلني، ولا غيتخاد لي حقي في بلادي مرحبا، ما غيتخاد ليش راه غادي غنقول ظلموني في بلادي، في بلادي ظلموني. يعني شنو رد فعل اهل الصحراء يعني من بعد ما غادي يشوفوا؟ والكذب، لانه فعلا باش انا نشوف هادشي كيوقع لي وكاع ذي ساكت يعني وغنسكت راه ما يمكنش، وخاصة هادشي واضح وضوح الشمس باين، فالسكرين واصلكم وغادي تاكدوا بانه راه حقيقي مليون في المية، واللي كذب راه قلت لكم غادي نصيفط لكم حتى لي كونفرساسيون منين جاو ديك الساعة، منين وصلوا لهاد الدرجة، منين جاو ها شكون اللي دار وها شكون وكيفاش كلشي. يعني من بعد ديكم غادي نخرجوا في الصحراء المغربية، يعني أهل الصحراء كيفاش غادي يشكروا ربي؟ أنا أول شيء جاتني غيرة على الصحراء ككل، وجاتني غيرة على هاد البلاد ككل، فأنه يقول لك غادي يدوا كاميون ديال مبيد الحشرات ويدوا للصحراء ويحيدوا من أقوى من الحشرات، راه ما يرضاهاش واحد من طنجة وما غاديش يرضاها حتى واحد من بوعارفة، ماشي واحد من العيون أو لا واحد من الصحراء، راه أنا ما غاديش نرضاه، ولا كانوا الصحراويين غيسكتوا على هذا الكلام نقول لهم على راسي ما عندي ما نقول لهم. يعني البكاء ديالك السبب ديالو هو داك؟ لا الحقرة الحقرة الحقرة، لأنه أنت في بلادك واحد يقول لك غيجيب لك مبيد حشرات وردك حشرة،
نعتونا بالبقرة وسكتنا، نعتونا ما نعرف باش وسكتنا، ماشي مشكل. مع انه انا ما كنتش عارفه بانهم ينتمون الى بلد الهند، يعني يعبدون البقر. يمكن البقر عندهم حاجه كبيره. راه باين ملي غتقرا الكونفرساسيون مزيان غادي تبان لك وغادي وضوح الشمس. كاينين اشارات كبرى لتحطيم سعيده شرف من هذه الناحيه، وخاصه اني معروف عليا وطنيتي دائما في دمي وفي شخصي وفاش ما بغاو. واتحدى راه ما يمكنش انسان غادي يجي يتكلم بهذه الروح هذه وغادي يقول لك انا اطالب بتحقيق وكان طالب كذا وكان طالب بكذا. فكيف قلت لك احنا في بلد عادل وفي بلد القانون، ولكن انا بغيت هذه الكونفرساسيون توصل للمغاربه كاملين، توصل للناس كاملين، توصل لجلاله الملك، لانه خاصه حقي يرجع لي، حقي يرجع لي كمواطنه صحراويه مغربيه. شوف سوار عكاشه راه ما عندها شي واحد، شكون واضحين؟ كل انسان يبقى يتكلم ويتفوه بالطرهات. الانسان كيقول لك جلس عوج وتكلم عاقل. حنا هذاك الكلام ديال معاطيه راه ما كنعرفلوش وما تربيتش فيه وما كبرتش فيه. كل اناء بما فيه ينضح، واذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده باني كذا. قبل حتى شي واحد، اول واحد جلاله الملك ما غاديش يقبل على شي عواج. وخاصه في عاد يعني الفتنه والصداع نايض ومشكله الصحراء ونايض كتقولوا هذا الكلام. تنوضوا لنا مشكل ديال هادو، حنا مجتمع قبلي، مجتمع عشائري، مجتمع الامازيغ العرب، هادو بغيت نوضوا الفتنه في البلاد. علاش عيبتوني انا؟ قلتوا بقره اوكي، قلتوا اي حاجه عليا مرحبا، ماشي مشكل نتقبلوها. كنت وصل للوطنيه قلت لكم خط احمر وربي بين الحقيقه. يعني ناشطه اجتماعيه نورمال، مو صديقه الفنانين تقول، فمعروفه معروفه جدا. فهي اللي هادو الناس دخلوا الحساب ديالها الشخصي، ف يعني اشياء لا تطاق فعلا. الشيء الاخر بالنسبه لموجه التصريحات اللي كانت مؤخرا، فانا قلت الشعب المغربي الشعب اللي ما كيقبلش الحقره، حنا الحمد لله في بلد القانون، فتتبعت مسطره قانونيه عادله عاديه، وغادي تشوفوا تفجيرات كبيره فعلا في هذا الموضوع، لانه موضوع قيد التحقيق يمكن عندي بعض الاسرار وبعض الاشياء اللي غادي نقولها للصحفيين، ولكن ماشي وقتها، لان احنا في مهرجان بغيو نشوفوا الفرحه والبهجه اكثر، فحاجه كنخليها اكثر للقانون. مفاجات يمكن غتكون مدويه، لانه فيها ناس ما عندهم حتى شي علاقه وعلاقه بالفتنه في هذه البلاد، يعني ما خصهاش تكون. فاول شيء كيف انا كنتمنى دائما انه بلدنا يبقى بلد الامن والامان والسلم والسلام تحت الرايه الملكيه ديالنا طبيعه الحال. وفي الاول والاخر اللي كيهمني صورتي اللي تعبت عليها من سنين تبقى طيبه عند الجمهور والانسان او الجمهور المغربي يشوفني دائما بالصوره اللي تمناني، هذا هو اللي كنشوف. نتمنى من كل الناس. بالنسبه لتخسر الهضره وي ما نقولش لك ما كاينش، كاين ما حاولنا كنقيو بعدا كندوي على الراس، يعني الدومين ديالي اللي كنختصر عليه بوحدي، يعني الراب عندك معروف من زمان انه فيه لغه الكلاش فوالا، ولكن بدينا كنحاولوا نقيو شويه شويه. ولكن اسمحوا لي ملي كنجيو الارض الواقع، كاين مثل قديم من قديم الازل يقول كل اناء بما فيه ينضح. كل انسان تربيته واخلاقه وكيف هو عاش كتبان عليه مستواه اجابته وفي السوشيال ميديا ومع الناس، لان اخلاقك كتبينك. فكل انسان هو كيبان شنو فيه. ملي كيولي الانستغرام والسوشيال ميديا كيولي حمام، فاعتقد المستوى كيتدنى، حتى الجمهور كتولي النظره ديالو طايحه بالنسبه لهذاك الفنان، وخاصه اننا ننتمي الى مجتمع محافظ. احنا لسنا بامريكا ولسنا باوروبا ولسنا باي دوله اخرى، تحكمنا تقاليد تحكمنا عادات. فانا بالنسبه لي الكلاش اللي غيكون يكون بكلام، ولكن هناك لغه الضرب اللي تربينا عليها، كاين كلام كلاش ولكن يتعطب كلام مثقف، كلام اللي يقدر يوصل للناس يجرحك يجرحك، ولكن يعني كيقولوا كلمه بسمها ولا ضربه بدمها.
نعطيك كلمه نسمك ولكن بطريقه اللي يقدر يتقبلها اي انسان واي مسلم واي مغربي، لانه كنبقاو راهينين بمجتمع محدد اللي هو فيه تقاليد وفيه عادات، اللي هو المغرب كنتكلم على بلدي. ملي كنتعداو هاد الحدود فكيف قلتي داك الشيء في الزنق فكيولي لغه زنقاويه، ملي كتولي لغه زنقاويه ما كيبقاش الاحترام، لا الجمهور كيحترمني ولا انا كنحترم الجمهور. فالتعاليق اذا كانت سيئه فهي كتنبع مني، لانه ماشي الناس اللي خايبين فانا اللي خايبه ديك الساعه، والاحترام كيتشاب كيتخاد ما كيتعطاش من عندي. نعاود نجاوبك باش نزيدك اكثر في الستيل لوغا، شنو نتكلم في اللوغا. لوغا سيتي كرياسيون امريكان. يعني تقول لي انا واحد يصيب طاجين من الميريكان يصيبو خاصو يصيبو بلا فاصون ماروكان. يعني اي رابور في العالم لا تونسي لا تونيزيان لا المصري لا العالميين تابعين لا كولتور ميريكان. الميريكان في الالوك ديال الاول يعني في لاكلاس ديال الميريكان كان مشاكل بين الاوت كاست والاس كاست، يعني كانوا مدابزين الفنانين البلقين مع الكحل وتتعيروا منهم في المود ديال توباك منهم، يعني هذيك هي لا كرياسيون. يعني اي وحدين اي مغني في العالم العربي في اي بلاصه مين بغى يخدم الراب اخذها كيما هو كيما ديك ما يمكنش تصيب كسكسو وتصيبو بين في لوطر فاسون كيما هو ديك التقلات نتاع هي هي عاوتاني العوف غاب يعني في لاجينيراسيون الامريكان ديال المراهقين. المراهقين باغيين يسمعوا هذيك الهضره باغيين يسمع باغيين اوبليجي خاصو يسمعها يدخلها في دماغه ويدوزها فتره وتتزول. والراب من كيش بقول لي الناس كبار انت ما تقدرش تسمع تسمع الراب ميم هذيك لا فيتاس ديال الغناء وديال الهضره هما ميم في الكلام ديالهم ماشي كلام نابي هادشي يقولوا بلي لوطر فاسون تيتسمى شنو نقولوا فلو الفلو سي سا. يعني يعني تحاول غير هذاك اللي راه كاين ولا شي لاغاسون ديالو هي اللي غاتسمعو اللي ديستيني لواحد الناس اوبليجي خاصهم يسمعوا داكشي ولا ما سمعوش هادشي ما يتسماش عليه. راه هادشي اللي قلت السي ناصري قلت حنا شفناه في ثقافه الكلاشات في الغرب ولكن للاسف تحول الفنانة يعني واش كتشوف زعما عالمي فتو ولا تكلمي على انه هادشي تحول حتى الفنان انه لا ابنا واش كتشوف ان فنان كيتكلم بكلام نابي واش يصلح على انه يطلع المهرجانات ويكون فنان ويكون فنان ولكن بحال الفنان خصو يكون انسان محترم. باش نوضح واحد النقطه بعدا على على مستر كريزي انا ما كنديرش ستوريات وتحدى زعما اي واحد يجبد لي انني كنعاير شي واحد ستوري ما كلاش ولا ستوري لا كنخدمو كلاش بالموسيقى كيبقى اطار موسيقي هذاك الشيء ديال ستوريات ولا اللايفات ولا ما عنديش معاها انا شخصيا كيما سمعت وانت هو ما عندوش معاها هو وساعد باش انا خويا ما كندير انا هادشي اللي كل واحد كيما قالت لك راه هذاك الشيء اللي فيك الداخل راه كيبان عليك هادشي اللي شكرا.